فني تاني هندسه بالشركه المصريه للاتصالات. احنا كنا عاملين المظاهرات دي من حوالي 3 4 ايام، والراجل وعدنا وقال هينفذنا طلباتنا وهيعمل اعاده هيكله واعاده عمل بنيه تحتيه للشركه اللي بتقع كل يوم، اللي كل يوم بتعمل اعلانات وتكلم ارضي يا ابن بلدي والشبكه بتقع. دي مش حقيقه. ارباح شركه فودافون اللي احنا داخلين معاها شراكه طمع فيها النفس هو وشويه النواب بتوعه وما اداش ولا عامل في الشركه مكافاه جنيه، واحنا اولاد الشركه، انا بقالي في الشركه 20 سنه. وبعدين جه امبارح، هو انسان مستفز، امبارح طلع سلم علينا واحد يعني احنا بعدين عنك وسايبينك وبنقول حسب الله ونعم الوكيل. جه امبارح هو بنفسه متوكل على رجليه وطلع وقعد يسلم على الناس، عايزين يقول طلباتنا. طب سواء بعد كده مش فاضيين دلوقتي، مش عايز زي كالعاده. وخد بعضه ونزل على السلم، دخل في مكان، واحنا كلنا طبعا متمهورين وعملنا المظاهره بتاعتنا السلميه وطلبنا منه اعاده طلباتنا. واهم الطلبات عندنا ان هو يتوقع على الله، مش عايزينه. ده رئيس مجلس اداره ما ينفعش عندنا في الشركه. لو في الشركه تعدلها 54,000، مفيش واحد. لو عملنا احصائيه للشركه مفيش تابع الشركه كلها مش عايزاه، لا هو ولا النواب بتوعه. الراجل بيتقاضى في الشهر احد اولاده، مشغل اولاده الاثنين، كل واحد فيهم بياخد 40,000 جنيه، وهم لسه خارجين جامعات بقالها سنين، بقالهم سنتين ولا 3 سنين. وعندك هنا مهندسين كفاءات مفيش حد فيهم بيتعدى مرتبه 3 أو 4 آلاف جنيه. احنا مش عايزين فلوسه بس، احنا عايزين الراجل ده يسيب المنصب ده، لانه لا زي ما احنا بنقول الراجل المناسب في المكان المناسب. ده راجل غير مناسب وده مش المكان اللي احنا مش عايزينه فيه، لا هو ولا النواب بتوعه. وعايزين حد يتكلم فينا ربنا. احنا بنخرج ولا بنعمل حاجه، احنا واقفين اهو، صوتنا راح ومحدش سائل فينا، ما بيسالوش فينا غير بعد خراب مالطا بس.